السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه فالي. ده بيعمل ايه؟ ده انت بتديله تكست وهو بياخد التكست دوت ويبدأ يحوله لسلوك متحركة او لفيديو، يعني تكست تو فيديو، حاجة بالشكل دوت. او ممكن تديله صورة وهو يبدأ ان هو يحركها لك، اي صورة عندك على الجهاز تديها له يبدأ ان هو يحركها لك. طيب نبدأ نجرب الموقع ازاي. هنطلع فوق ونقول له تراي ذا بيتا. هنروح مدخلنا على الديسكورد. الديسكورد هو موقع عبارة عن زي موقع شات او موقع تقدر تكتب زي ما انت عايز. ففي مواقع كتير جدا، موقع الذكاء الصناعي استغلته، وخصوصا ان هو اوبن سورس. هتلاقي هنا بالشكل دوت، فبيقول لي ايه عايز تبدأ تعمل كرييت. هتدوس كده تقول له كرييت، وبعد كده تديله البرومت اللي انت عايزه، التكست اللي انت عايزه بالشكل دوت. وبعد كده بتدي له ستايل كوميك بوك او فانتاسي او انمي، والديوريشن ممكن تقول له مثلا لونج، وخلاص ممكن تقول بقى اي اوبشن. طيب تعال نشوف بعض الحاجات اللي هو عاملها. ممكن مثلا نتفرج على حاجة زي كده. طيب لو انت عايز تديله صورة، ممكن من هنا تبدأ تقول له ابلود افايل وتبدأ تديله الصورة، وبعد كده تكتب البرومت اللي انت عايزه او الستايل وكل حاجة. طبعا احنا هنا في النسخة المجانية، فلذلك الناس كلها بتشوف الشغل بتاعك وانت بتشوف شغل الناس كلها. هو كتب له التكست، فطلعت له الحاجة دي، قال له انا عايز حاجة في غابة في أثناء الشتاء. شكلها المدينة بتاعت باتمان. دلوقتي عمل لنا الفيديو بتاعنا، وهيبدأ ان هو يميزه بشكل معين او بلون معين. احنا هنا شغالين على نيو مون 1، تقدر تختار اي واحدة من دول وتشتغل عليها. هنا بقى حاجات خاصة لو انت عايز تعرف الرولز، عايز تعرف المعلومات وهكذا. عمل لهوت الفيديو، تعال نتفرج عليه. ما شاء الله. احسن من اللي انا كنت عايزه الصراحة. قطة هادية على جميلة. طيب لو انت عايز تديله صورة بقى وهو يبدأ ان هو يحركها، هتيجي هنا وتقول له ابلود افايل، وتبدأ تدور على اي صورة عندك على الجهاز. طيب هبدأ يضيف لها حركة شوية. ممكن مثلا تختار صورة زي كده. هو الفكرة كلها ان هو هيبدأ يعمل زوم على واحدة فيهم، يبدأ يحرك فيها، يعمل ويف زي ما انت عايز. ممكن انت تكتب له زوم و الحاجات دي كلها، او ممكن تسيبها له من غير اي حاجة خالص. ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز الصورة ديت كوبي ايمج ادرس، واجي هنا اقول له كرييت، وتبدا تديله بقى ايه الصوره اهي، وبعد كده تديله الستايل اللي انت عايزه. والديوريشن مثلا لونج، وعايز بقى ايمج ولا موديل زي ما انت عايز. دي حاجات اوبشن ممكن تحطها وممكن ما تحطهاش. انا قلت له ايمج، وهبدا اديله اتاش فايل.
او تديله المسار. انا هنا هديله ايه الملف اهوت، وخليني البرومت ده اقول له اعمل زوم مثلا، يبدأ بقى هو يعمل لك الصورة. عمل الصورة بالشكل الجميل دوت، تمام. واو تمام، الصورة عجباك، هتقول له داونلود وتحمل الصورة دي. الصراحة عجباني، تحملها بقى عندك على الجهاز وترفعها بقى في أي مكان. العنقاء، فموقع جميل يستاهل ان انت تجربه اكتر من مره يعني، تنزل فرصه، لان بعد فتره هتلاقيه نزل بفلوس، فدلوقتي ببلاش، دلوقتي في مرحله تجريبيه.